أسعار الخضار اليوم يا جماعة في سوق التجزئة، يعني في القطاعي مش جملة. الطماطم يا جماعة من 10 إلى 15 جنيه للكيلو. الطماطم طبعا في الجملة وزن العداية 20 كيلو، بتبدأ من 120 جنيه إلى 250 جنيه في سوق الجملة. تمام. طبعا الطماطم زي ما انتم عارفين كانت مرتفعة في شهر رمضان، ثم بعد ذلك بعد شهر رمضان انخفضت، فرجعت برضو ارتفعت اليومين دول تاني. الخيار يا جماعة 3 كيلو ب10 جنيه، الحمد لله يعني الخيار سعره معقول شوية. الخوخ دي طبعا في الفيديو ده في اسعار خضار واسعار فاكهة. الخوخ يا جماعة 5 جنيه للكيلو، وفي كيلو ونص ب10 جنيه، يعني حسب جودة الزرع. البتنجال يا جماعة من 5 جنيه وفي 3 جنيه، يعني نقدر نقول من 3 إلى 5 جنيه. اللوبيا يا جماعة 15 جنيه للكيلو في سوق التجزئة. الكوسة كيلو ونص ب10 في سوق التجزئة. هي أسعار التجزئة برضو أضعاف أسعار الجملة. تمام. المشمش يا جماعة من 10 إلى 15 جنيه اللي هو النظيف. البطاطس يا جماعة، بطاطس الكارة ب5 جنيه للكيلو. طبعا في ناس بتبيع الكيلو ونص ب10 جنيه، مش كل يعني التجار زي بعض. العنب من 12 جنيه إلى 15 جنيه. التفاح يا جماعة اللي هو التفاح البلدي اللي في السوق من دولة، من 10 جنيه إلى 12 جنيه، وممكن تلاقي طبعا 15 جنيه اللي هو اللي جودته عالية الزرع النظيف. البامية يا جماعة في سوق التجزئة ب30 جنيه للكيلو. البامية زي ما قلنا ب30 جنيه للكيلو. القلقاس يا جماعة الكيلو من 7 إلى 10 جنيه، يعني مثلا ممكن هتلاقي كيلو ونص ب10 جنيه. الموز يا جماعة من 12 جنيه إلى 15 جنيه. البطيخ يا جماعة من 5 جنيه للوحدة إلى 30 جنيه للوحدة. طبعا البطيخ حسب الحجم وجودة الزرع. طبعا في بطيخ يعني ب5 جنيه ده يا جماعة ممكن تجيبها ترميها، فبلاش تجيبها يعني. وفي ب10 ممكن هتلاقي برضو حالته تعبانة برضو. فلو عايز تجيب بطيخ يعني ابدأ مثلا من 20 جنيه إلى 30 جنيه. طبعا البياع لما بيجيب حاجة نظيفة فبيبيعها غالية، فانت كده كده هتدفع فلوس. فلو عايز تجيب بطيخ نظيف يعني تاكله اللي هو بيبقى مرمل ده، اللي هو بيبدأ من 20 إلى 30 و35 جنيه، ده هتلاقيه نظيف جدا. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظروا فيديو لأسعار الجملة ان شاء الله غدا.